فهذا شانه خصام جدال مزعج، لابد قولوا بقولنا، واللي ما يقول راينا ولا قولنا خبيث مجرم خارج من الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا المصيبة؟ فهذا نوع من الهواء في الدين خارج عن حقائق الدين، يبتلى به من يبتلى، يدنس أديانهم ويوحشها، يصير شانهم الخصام والجدال في الدين ليل ونهار، يفكرون في الجدال، حتى وحدهم ما حد عندهم يفكرون في الجدال ويتجادلون ضروري، وفكروا في الجدال، فالصلاة هو في الجدال، خارج الصلاة في الجدال، ينامه في الجدال، يذبحوا في الجدال، بقول لهم بفعل لهم بنزل لهم برد عليهم في هذا بفعل فيهم كذا، انكتب جدال، وان تكلم جدال، وان تحاور جدال، ان حصلك في السيارة جدال، ان حصل في الطائرة جدال، وان حصل في المطار جدال، ان حصل في الشارع جدال، جدال. هذا شأنه. لا. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وهذا شأنهم الجدال. ولما مر صلى الله عليه وسلم على جماعة فكان يتكلمون في بعض أسرار القضاء والقدر مما لا ينبغي الخوض فيه وإشاعته، فوقف: أبي هذا أرسلت إليكم؟ أبي هذا أمرتكم؟ قوموا فانظروا ما أمرتكم به فأتمروا وادعوا. ما تفتحون أبواب الخوض فيما لا يعني وفيما لا يفيد في الدين وفيما يتجاوز عقول العامة، تحطونه على بساط العامة فساروا. ولهذا تجد بعض هؤلاء غلطوا بسرعة، أول ما يسألون أطفال صغار عوام، أي واحد يلاقي أين الله؟ ناس آمنوا بالله وعلموا أن كل شيء يحتاج إليه وما يحتاج إلى شيء، وأنت قاعد تدور لهم مكان لربهم، كان ربك ذا محتاج لمكان يحل فيه ولا بالله. طيب هذا السؤال ورد عن من؟ وجاء عن من؟ حديث الجارية في مسلم، حديث الجارية في مسلم لفظه جاء بروايات أخرى تدل على غير هذه الرواية، أنه ما حصل مثل هذا، ولا عرف عن تعب أصحابه خلف الراشدين وعن تابعين وعن تابع التابعين، وبعدين يتحول هو راس الدين وهو اصل الدين. عجيب. لا جاء بعضهم عند بعض الاكياس من ما. قال اين الله؟ قال وانت يا قليل الادب ضيعت ربك وجيت تسال علي عني عندي هنا؟ قال ما انت داري فين ربك، جيت تبحث عن ربك عندي هنا؟ اين الله؟ سكت ما عرف ايش يقول، هو بله وهذا عمي موفق، وانت ضيعت ربك تبحث علي عندي هنا تدور لربك، ما داري فين ربك؟ لا اله الا هو. وقال له بعض الاكياس والاخيار من العلماء قالوا اين الله؟ قال له بالمرصاد، ان ربك بالمرصاد. هلا ولا بغيت تجسم انت وتحجم وتعبد صنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتدور محل، والحق خالق كل شيء لا يحتاج الى شيء ويحتاج اليه كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. بس هذا شانهم، تعصب والبغض لمن خالفهم في مذهبهم، ولو كان مسلم، ولو كان مسلم الا يصرح بانه اشد من اليهود والنصارى. لا حول ولا قوة، هذا اخبث من اليهود والنصارى، اغسوا اشد كفر منه. اول هذا بعده من قدامي، قتل ابوه هذا ولا قتل، بعدين اليهود من قدامي. اوه بهذه الصورة شوف الى فين يوصل هذا الغلو وهذا العوبة الشيطان، لانه ما يطمع بعد نور الهدى المنشور على يد المصطفى في الأمة، لا يطمع أن يعبده المصلون ولا أن يشركوا بلا شيء أبدا، لكن يطمع في التحريش. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، وهذا لجنود التحريش، الغلاة أكبر جند التحريش لإبليس،
يستخدمهم استخدام متقن، ها، يودي بهم الأمة ما لا يتمكن أن يوصله بغيرهم من الأداء. هم أدوات التحريش حقه أصحاب الغلو في الأديان.